السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم شادي عبدو من بوينت تريدر جروب مع درس تعليمي جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مؤشر من مؤشرات المؤشرات الفنية، وهو مؤشر بولينجر باندز أو خطوط أو أعمدة البولينجر. المؤشر ده بيستخدم بكثرة في السوق، ودايما بتلاقي المتداولين بيستخدموه لتحديد حركة السوق. هو بشكل أساسي تبسيطا للفكرة هو عبارة عن دعوم ومقاومات، ولكن بشكل مختلف شوية، يعني بتلاقيها شبه الموفينج افريج او المتوسط المتحرك. تعال في البداية نعرف ازاي نضيف المؤشر ده وازاي نستخدمه. في البداية خالص تدخل على انسيرت على اي تشارت انت عايزه، على اي اطار زمني، على اي زوج عملة، بيستخدم على اي شيء انت عايزه. تدخل على انسيرت وبعدها انديكيتورز وبعدها هتدور على ترند ومنها تختار بولينجر باندز. اضغط عليها كده ونزل المؤشر قدامك على رسم بياني بالاعدادات الافتراضية بالمنظر ده كده. طبعا احنا مش عايزين نلعب في اي اعدادات من دي، لان كل حاجة وليها وقتها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا لو غيرنا في الاعدادات دي يبقى لازم تكون بتتناسب مع مؤشرات اخرى بحيث انها تعطي افضل نتيجة، لكن الاعدادات الافتراضية تعتبر افضل حاجة. في نقطة تانية برضو هنا اللي هي فيجواليزيشن، تالت خانة هنا. هنا بيقول لك شو ان داتا ويندو، تمام، لو عايزها تظهر في خانة الداتا ويندو. وهنا لو عايزها تظهر على، تضغط على all time frames بحيث انها تظهر على كل الاطر الزمنية، او تختار اللي انت عايزه. انا هنا هعلم على all time frames بحيث انها تظهر لي على كل الاطر الزمنية، واعمل اوكي كده هينزل المؤشر بالمنظر ده قدامك. انت ليك الحرية برضه ان ممكن تغير لونه. لو ضغطنا كده كليك يمين وجينا على indicators list وجينا على البارامترز هنا وستايل، ممكن انا اختار لون تاني براحتي، او السمك حتى او شكل الخط نفسه اغيره. يعني ممكن اخليه يعني زي بوينتد كده، يعني منقط يعني، او اخليه يعني اتخن شوية، فاعمل اوكي كده وينزل قدامي على رسم بياني. طيب لاحظ معايا هنا ان المؤشر ده بيتكون من تلات زي ما انت شايف كده، تلات حاجات. الحاجة الأولى هي الحد العلوي، المنطقة الأولى اللي فوق دي اسمه الـ upper band. الـ upper band اللي هو الحد العلوي، والـ lower band اللي هو ده كده lower band اللي هو الحد السفلي، والميدل بقى اللي هو ايه في المنتصف اللي هو ده كده، تمام. طيب هسألك سؤال بسيط، الدعم والمقاومة بنستخدمهم ازاي؟ انت لو مش عارف الدعم والمقاومة بنستخدمهم ازاي، ممكن تدخل على قناة شركة بوينت، هتلاقي شرح كامل للدعم والمقاومات، او موقع الشركة حتى هتلاقي عليه الدروس التعليمية موجود عليها شرح الدعم والمقاومات. على افتراض انك انت فاهم ازاي الدعم والمقاومات بتشتغل، الدعم هو وظيفته ان هو بيصد السعر للاعلى، والمقاومة انها بتقاوم ارتفاع السعر فبتصده للاسفل. كسر المقاومة، لو المقاومة اللي هي بتصد السعر للأسفل ديت اتكسرت لفوق معناها صعود، ولو الدعم اتكسر معناه هبوط، تمام. والميدل لاين نفس الفكرة برضو ممكن يطبق عليه نفس الكلام. طيب السعر هو دلوقتي ده السعر الحالي، لو تم كسر الحد السفلي بتاع البولينجر ده يبقى بنتوقع له هبوط، لو ارتد منه يعني أظهر إشارات إيجابية أعلى منه نتوقع له صعود سعري الى ان يرتطم بالحد اللي هو في المنتصف ده. لو كسر في المنتصف يبقى في الغالب هيكمل للحد العلو، تمام. لو ارتطم بالحد العلو وبدأ ان هو ينزل منه اعطى اشارات سلبية، يبقى يستهدف المنتصف ومن المنتصف للحد التاني وهكذا. لو كسر الحد العلوي فهو نفس الفكرة برضو، كسر المقاومة متوقع له صعود سعري. طيب انفراج البولينجر، انفراج البانز اللي موجودة قدامنا ديت اللي هي الخطوط دي، لما تبقى منفرجة كده يعني فتحة خلينا نقول ايه، فتحة الاعمدة بتاعتها لبرة كده، يبقى يحصل فيه خلينا نقول الحركة دي بيبقى يحصل فيه في الغالب حركة سعرية قوية، او بيحصل بعد حركة سعرية قوية. طيب لما يبقى الرينج كده ضيق خالص، يعني مثلا زي هنا كده، لما يبقى في رينج ضيق كده معناها ان هيحصل فيه انفجار سعري قريب، زي هنا مثلا ادي هو رينج ضيق كده وبعدها للاسفل وبقوه، هنا برضو ادي حركه سعريه ضيقه وبعدها للاسفل وبقوه وهكذا.
هنا برضو حركة سعرية ضيقة وبعدها ايه للأسفل. فإذا البولينجر باندز من المؤشرات المهمة اللي ممكن تستخدم كدعم ومقاومة، ولكن انا ما بفضلش ابدا ان انا استخدمها بمفردها، لازم يكون معاها ادوات تانية على الاقل مستويات دعم ومقاومة تسندها، لان المؤشرات بشكل عام صعب انك تستخدمها بشكل يعني فردي. هنا على سبيل المثال كان عندي وليكن في المنطقة دي كده، هنا كان عندي قمة اولى وعندي هنا قمة تانية، السعر طلع نزل وبعدها وصل تاني للقمة المنطقة البولينجر العلوية ديت، وبعدها ايه اعطى هبوط قوي بعد ظهور اشارة سلبية اللي هي كانت الابتلاع البيعي، وبعد ما كان برضو البولينجر نفسه كان شغال بشكل جانبي وكان ضيق قوي، بعدها حصل فيه هبوط قوي في السوق. وهنا نفس الكلام برضو، يعني انا هعتبر معاك ان ما كانش فيه اصلا المنطقة دي، يعني منطقة البولينجر دي ما كانتش موجودة هنا. خليني بس ايه اوضح لكم كده، المنطقة دي مثلا ما كانتش موجودة اللي هي هنا دي. المنطقة دي كده اعتبرها انها ما كانتش موجودة. بعدها ايه اللي حصل؟ بعدها السعر طلع عمل المقاومة بعدين نزل، بعدها لمس المقاومة مرة تانية، وهنا البولنجر بدأ يضيق. يضيق معناه ايه؟ معناه ان هو بيقول لك ان هيحصل في انفجار سعر قوي قريب. فهنا في الغالب بنقول ان انفجار السعر ده هيبقى للاسفل بسبب ان هو بيتداول اسفل مقاومة قوية وحصل التضييق السعر ده، وبعدها حصل فيه هبوط قوي في السوق. نفس الكلام ده بيطبق برضو على فكرة المقاومة ويطبق على فكرة الدعم. اي حاجة من الحاجات ديت ممكن تستخدمها بالبولنجر بشكل بسيط جدا، ما فيهوش اي مشكلة. ده بالنسبة للبولنجر، ممكن تستخدمه على اي اطار زمني، ولكن انا افضل شخصيا الاربع ساعات افضل حاجة ممكن تستخدم عليها المؤشر ده. الاربع ساعات ممتاز جدا، يعطيك فرص كويسة. ونصيحتي ليك برضو انك انت لازم تستخدم مع المؤشر مستويات اخرى او اضافات اخرى، زي على سبيل المثال مستويات الدعم والمقاومة. دي تعتبر برضو من اهم الحاجات وافضل الحاجات اللي ممكن تستخدمها مع اي مؤشر فني. اتمنى يكون شرح النهاردة مفيد، وشكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.